ماما صحيني قبل اذان الفجر اشرب مي. اوكي حبيبي. حسام قوي اشرب مي راح يأذن. اوكي. ماما ليش ما صحيتيني اشرب مي؟ حسيتك تعبان فقلت خليك ترتاح شوي. لا ماما هاي بتحكيها بالايام العاديه مش برمضان. اوه صح. يا الله كيف راح اكون اليومي هلا؟ انت اصلا شبت ازازتين مي على السحور. بعرف بس هي اخر كاسه قبل الاذان هي اللي بتخليني ما اعطش. على اساس من السحور للفجر في كثير وقت. اه في نص ساعه. مش عارف شو اعمل هلا، كيف راح اتحمل الفطور؟ الله اكبر. اذان شو هذا؟ اذان المغرب. الحمد لله، والله كثير تعبت بالصوم اليوم. الفطور جاهز؟ اه جاهز، ثواني بس. ان شاء الله يكون عجبك.